سبب الغلاء للعيش الحر في بيت الأسواقي ليه؟ أقول حضرتك بسبب الارتفاع في العالمي كله عموما. انت مالك بالعالمي؟ هو انت دي احنا زودناها عليكم يا اولاد؟ لا مش حضرتك الدقيق الاستوردي؟ استنى بس لا. احنا بنتكلم في العيش دلوقتي. احنا مش بندي الدقيق من وزاره التموين بالحصص، سواء كانت للخبز المدعم او الخبز غير مدعم، ولا انا مش عارف. ايوه صح. يبقى انا احنا بناخد الدقيق بثمن احنا عارفينه. تمام مدعم. انا مش بتكلم في كده، بتكلم الدقيق الحر اللي بديهولك ده بديهولك بثمن عشان تفضل تحافظ على سعر الرغيف الحر. اسمع، اكبر دوره ربح هي الدوره اليوميه. الدوره الايه؟ يوميه. انا كل يوم بعمل رغيف بكسب. لو بكسب في الرغيف قرش بكسب لا، يبقى انا النهارده الرغيف اللي عملته النهارده خدت قرش، واللي عملته بكره خدت قرش. في ناس ثانيه بيحط بضاعه تقعد بالاسبوع وتقعد بالشهر، ما تتباعش كل شيء. انما الخبز الناس كلها بتاخده. فلو انا النهارده عندي مخبز بيطلع 10,000، وانا بقولها ليه مش ليك انت يا محمد، انا بقولها عشان تسمعها المصريين. لو انا النهارده بعمل 10,000 رغيف في المخبز وبكسب في الرغيف ريال، كم؟ يبقى هكسب قد ايه؟ يبقى 4,000 جنيه. ال 4,000 جنيه دول مش بعملهم في الاسبوع، انا بعملهم في اليوم. ومحسوب فيهم ايه؟ محسوب كل اللي فيهم دوره التشغيل، مرتبات الناس، الغاز، اي حاجه متسعره على ان الرغيف اقصى حاجه ليه زي ما احنا بنكلفه 65 قرش. لو انت بعته ب 85 يبقى خدت 20، يعني عملت 4,000 جنيه في اليوم ب 10,000. يبقى في الشهر هعمل كام؟ هعمل 120,000. 120,000 لمخبز بيعمل 10,000، ده قليل؟ انت فهمت الكلام يا محمد اقصد ايه؟ هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها. ان احنا لا اذا مش بقى بتكلم في رحمه ومش رحمه، انا بتكلم في اقتصاد. اي واحد عنده محل او عنده مصنع عايز يكسب منه، وانا معاه وعايزه يكسب ويعيش. ربنا يخليك. انا بتكلم بجد. انما بايه؟